السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ طبعا هذه الشجرة ريندي كوري، طبعا شجرة الظل. يعني سبحان الله أوراقها من بعد يعني قبل المغرب أن تسلم الشمس، تغيب الشمس، تنكمش الأوراق كأنها تنام. خلاص الحين بدأت كأنها تنام، اللي يشوفها يقول عطشانة، بس هي ما عطشانة، بس في النهار يعني لما تلحق الشمس تنفتح الأوراق، ينفتحن. الحين شوف كأنها أوراقها تنكمش، خلاص جميع الأشجار أوراقها تنكمش. طبعا أصل الشجرة من بنغلاديش، وهذه الشجرة طبعا معمرة للظل، وتسوي شكل قرموس لما تكون كبيرة كبيرة ضخمة، يعني تسوي شكل قرموس. تمام شباب، شجرة للظل. تمام، بارك الله فيكم.